يعد مشروع مسار مكة من المشاريع المستقبلية الواعدة في المملكة العربية السعودية، والذي من المقرر الانتهاء من أعمال البنى التحتية فيه نهاية 2021، تضع شركة نسمة وشركاهم بصمتها في تنفيذ هذا المشروع بنخبة من الكفاءات الوطنية والخبرات العالمية المميزة، كتحفة هندسية إنشائية فريدة على مساحة تربو لأكثر من 1,000,000 متر مربع. يقع مسار مكة عند تقاطع الطريق الدائري الثالث مع طريق أم القرى وصولاً إلى جبل عمر ومساحات الحرم المكي، ليشكل البوابة الرئيسة لأكثر من 80% من قاصدي مكة من الجهة الغربية، فضلاً عن استيعاب أكثر من 60% من المركبات القادمة من جدة عبر شبكة من الجسور والطرق التي تمتد على جانبي المشروع ذهاباً وإياباً، ليسهل الوصول إلى الخدمات المتنوعة التي يقدمها المشروع. ومن خلال موقعها الاستراتيجي والمتميز، سيحظى سكان مكة وقاصديها بباقة واسعة من المرافق الخدمية المتطورة في مجال النقل والترفيه، كشبكة أنفاق المركبات ومحطات المترو والحافلات ومواقف السيارات وممرات المشاة وغيرها من الخدمات. يتميز المشروع بطابع عمراني متطور يضم عناصر هندسية محلية ممزوجة بخطوط تصاميم جمالية حديثة، ليكتسب خصوصية ثقافية وحضارية فريدة. تواصل شركة نسمة وشركاهم بتطوير مسارات عملها الناجحة بإذن الله في مشاريع البنى التحتية الإنشائية والعمرانية والتجارية، إسهاماً منها في دعم جهود الحكومة الحثيثة لتحقيق مفهوم جودة الحياة في المجتمع السعودي كأحد مرتكزات رؤية المملكة 2030.